السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجينا نباركو اليوم الأسماء بيوتي اللي ولدات وتفكات بالصحة والسلامة إن شاء الله، بنتها جنة تربى في عزها. جينا نفرزوا ما بين الحقيقة وما بين الكذوب وما بين الخيال، وجينا نشرحوا علاش هاد الحقيقة والكذوب والخيال باش الانسان يربح الفلوس ويطلع للطوندونس، وما سوقوش انه يضحك على بعض العقول اللي هي عقول ذكية، ولانها هي عقول ما شاء الله عليها لا يستهان بها، وعلى اشخاص طيبين وعلى اشخاص كيحبوا المساعدة لبعض مدى أصحاب القنوات اللي قنعوهم واحد النهار من النهارات أنهم صادقين معهم وأنهم مظلومين وأنهم يساعدوهم وطلعوا مشاكلهم للعلن. احنا أسماء بيوتي بالعكس، يعني كي كنقولوا واحد المرأة مكافحة، مكافحة ماشي مكافحة ناضت خدمت في الديور، جفات ضربت تمارة قرات الدراري وصلتهم صاروا مهندسين وأطباء مثلا، وصار معها واحد المشكل مع الراجل مثلا ما خدمش، هذه هي المرأة المكافئة، وخرجت خدمت معاه، باعت وشرات معاه، دخلت معاه المحل، عوناته، تعلمات، كطيب، كتجيب الماكلة. لا، واحد سيدة طلعت مكافحة، مكافحة على اليوتيوب، يعني عرفت كيفاش تكافح في اليوتيوب. باش ما نوضوش نبداو نكذبوا على بعضياتنا ونبداو نقولوا واحد السيدة مكافحة، واحد السيدة كافحات في اليوتيوب بزاف وعرفت كيفاش تخرج منه الفلوس، وهذا ماشي عيب، لان ماشي انا اللي كنعطيها، ماشي انت اللي كتعطيها، ماشي الاخر اللي كيعطيها، بالعكس هاد السيدة عرفت كيفاش تشد الخيط، راس الخيط، وتجر وتربح، لكن ماشي تتمادي على الناس اللي يعاونوك، لان ماشي انت عرفتي غير تاخدي الفلوس من اليوتيوب، انت عرفتي كيفاش تضحكي على الناس، انت عرفتي كيفاش في الاول كان الدموع ديالك شويه، يعني شويه صادقه، يعني كنتي كتحكي شويه، بعد ما شفتي المشاهدات طلعت بديتي كتزيدي في الكذوب وكتقولي ان ربي غادي يسمح ليا، لان انت الهدف ديالك انك تخدمي على وليداتك، ولكن حتى هذا اختك تاخدي بعين الاعتبار ان هاد المساله هذه راها مساله ديال حرام، انك كتخلي الناس تبكي معاك والناس كتحرق معاك والناس كتجلس بلا نعاس معاك، وانتي ناعسه والناس سهراني وكيفكروا في مشكلتك وكيتسناوك الغد ليها شنو غادي تلوحي وشنو اللي كديري، انك كتضربي في الناس ديالك، راه دارت حماتي، فعلت ليا، صنعت ليا، قالت ليا، هادشي ما تيكونش، وحتى الا كان تيكون في الخفاء وتيكون مع بنات الناس اللي كيشوفوا هادشي انه صار معاهم وكيصير معاهم، ماشي ما كيصيرش، وانما كيحاولوا بدورهم هما كيفاش يكسبوا هذيك الحماه وهذيك اللوسه وهذاك الشيخ اللي عندهم. انت خرجتي كتضربي في عرض اللوسه ديالك وكتقولي بالله راه الناس دازوا عليها وداروا ليها وهذا عيب، وحتى هو اصلا ما كاينش، وحتى ولو فرضا كان 1% او 0.9% ما كنتيش تخرجي وما كنتيش تقولي، لان ما خليتيش الممنين يدوز، ما خليتيش الصلح منين يبداك ومنين تبدايه ومنين يجيوك عندك. بديتي كتقولي لشيخك على اساس انه انتيا كان كيتحرش بيك، بديتي كتقولي ان الحماه ديالك انها كانت كتزيدك كتسيقي وكديري وكتفعلي، وصفتي هاد الناس كانهم في دار الدعاره، كل واحد فيهم شنو كيجبد، وانتي واحد الملاك اللي كنتي عايشه معاهم وكنت مغلوب على امرهم. والغريب في الامر ان حتى راجلك كانوا ما كنتيش كتعاودي ليه، ما كانش كينوض، ما كانش خارج، ما كانش كيخرج يهضر، حتى خرجتي ولا خرجتي وسكنتي راه الناس مع والديهم وكيخرجوا ما كيعجبهمش الحال، ولا كيبغيو يستقلوا، ولا كيخرجوا بهداوة وكيمشيو يسكنوا مع ريوسهم وكيكريو، كيكريو في دار صغيرة ولا كيكريو في دار كبيرة، ولا كيكريو بيت مع الجيران، ولا كيكريو في لوطيل الفنادق ديال المفروشة، وكيعيشوا وكيسكتوا وتيقولوا احنا ما وصلنا هذه المرحله الا بعد هذيك المرحله، مع العلم ان الناس ديالك الناس الله يعمرها دار، ناس مقتدرين، الناس واعيين، الناس
كافحوا مع الوقت هذوك، هما الناس اللي كافحوا، اللي الحنه ديالك عودات المصير ديالها وتألمت فيه وألمتنا كاملين، ماشي حنا ضدك ولا معها ولا ضدها ومعاك، لا، وإنما العيب اللي انت خرجتي بيه هو انت خرجتي حوايجك نشرتيهم وبانوا لينا حنا موسخين، ملي قلنا لك راه موسخين قلتي ماشي شغلكم، بديتي كتقولي المغاربه بانهم المغاربه راه مسطين والمغاربه ما عرفوش، ما عرفتيش بالله راه الاغلبيه ديال المغاربه هما اللي متبعينك، راه ما متبعينكش دول اخرى، والدليل انك مشيتي للامارات وما تابعوش، كون تابعوك غير الناس ديال الامارات كون راه تغنيتي، ولكن ما فهموكش وما عرفوكش، ومنين سولوا عليك وبغاو يفهموا شنو هو الكلام وشنو هي الاشياء اللي قايلاها انت في الفيديوهات الاولى، ما حبوكش وما بغاوكش وقالوا هذا كلام كيطيح بين العائلات وما كيخليش تربيه بناتنا يعرفوا، مع العلم ان الدول العربيه كلها ولات كتطمح وكتسعى باش تعرف اللغه ديالنا احنا المغربيه. المهم ولدتي ونطي وكليتي وشربتي ونفستك هاد المراه، وحنا كنا ما كنشوفوكش غير مع عجوزتك ومع لوستك ومع شيخك وجالسه في دار عجوزتك ودار شيخك، كناش كنشوفو الام ديالك، الى حين كنشوف امك ديما بالجلابه، يعني يا داخله يا خارجه، ما كتسخن ما كتبرد، ما كانش امك تتعطيك الحنان ديال النفاس، ولا كانت تتعطيك الحنان ديال الحرمان، ولا كانت تتعطيك حتى شي حاجه، هاد الناس قبلوك وقبلوك باش ما انتيا كيف ما انتيا قبلوك ودخلوك عندهم الوسط ديالهم، كان على الاقل الا كنتي بنت الناس ما تبقيش تعيري فيهم وحده راجلهم، لان الرجل اللي ما فيهش الخير في والديه راه ما غاديش يكون فيه الخير لك انتيا، وهذه بعين التجربه، وعرفي بالله الرجل من يقول لك انا والديا دارو وانت تقولي ويقول لك هي هي هي، عرفي راه واحد النهار غادي يجي عليك، واحد النهار غادي يرجع هذاك الصرف اللي كنتيا. ثانيا جات الولاده ديال هاد البنيته، مره انت جمع الحوايج، مره انت جايين هاجمين عليك الناس، مره انت راه مشيتي للشرطه، مره انت في الدار ما بغيتيش تطلعي على حتى شي حد، وليتي انتيا بعد ما كنتي كي قلتي كتحكي الرجلين وكنتي متواضعه مع الوقت ومع الظروف وتغلب على امرك، وكي قلتي انتي تمارس عليك العنف غير بديتي شويه بديتي كتعالي وما بقيتيش بغيتي تواطاي وما بقيتيش بغيتي تخلي شي حد يدخل يسلم عليك ولا تعطيه وقت ولا يهضر معاك. خصك تعرفي بالله بعض الناس اللي كاينين عندنا في الدوله من وزراء ومن عمال ومن يعني حتى الامراء، وهذا انا كنأكدو، الا مشيتي دقيتي عليهم وكانت عندك واحد الصله بغيتي تشوفيهم او شي حد صيفطك عندهم ولا شي حاجه، راه كيستقبلوك وكيدخلوك وكيجلسوك في البلاصه المخيره وكيعطوك وقت وكيتصنتو ليك وكيعطيو كيضيفوك وكيستقبلوك وكيعطوك وقت وكيسمعوا ليك وكتسالي معاهم الهضره بيه او بلا، وكوني واثقة انه كيساليو معاك الهضره بإيه. هاد الناس كيكونوا متواضعين لانهم هما زايدين هكاك، وهما هكاك زايدين بفلوسهم، وحتى اللي زايد بلا فلوس وطرب تربيه حسنه وراضع من امو الخير ما كيديرش هاد التكبر، كيتواضع للناس باش ربي كيرفعو، وكيجلس مع الناس باش يخلي الناس تاخذ منه شي حويج هو خارج كيعطيها. احنا بغينا نعرفو شنو خارج انتيا لينا، شنو كتعطينا، شنو اللي خرجتي لينا بيه كتعطينا. دابا بغيتي تمشي تولدي وقلتي راني ولدت بالفتيح، واللي ولد بالفتيح ما تيتوجعش، اللي تيولد بالفتيح ما تيتوجعش، كيبقى عادي غادي، تقدر كيشطح المراه، تقدر تشطح، تقدر تدور، تقدر تهدر، تقدر تكلم، كيعطيوها تلباس، كيعطيوها كيتكلم معاها البناج، كيدخلها كيجلسها، ما كتحس بحتى شي الم. هذاك الالم اللي وريتينا اللي بغيتي تكذبي علينا فيه وقلتي يلاه راه والسيروم وغدا وجايه، ما كاينش ما كاينش، وماشي عيب الا ولدتي عادي، وماشي عيب الا خرجتي من السبيطار على رجلك ولا حتى على الكروسه، ماشي مشكل، غير هي خصك تعرفي انتي خصك تكوني تسعي باش الناس يقلدوك، ماشي انتي تقلديهم،
ماشي نشوفوا اللي داروها الناس نوضو نديروها احنا، بمعنى اللي داروها الاقارب اللي ما تنحبوهمش نوضو حتى حنايا نقلدوهم باش يقولوا الناس راه. بالنسبه للطقم ديال دابا، انا بالي داك الطقم فيه جوج ديال الطوانق، واش هذاك الطقم اول مره تنشوفه؟ وسمحوا لي انا كنشوف الاطقم كبيره، كنعرف الاطقم اللي هي واو، وحنا ما استقليناش بهذاك الطقم. الله يكثر خير راجلك، جاب لك هدية ديال الولادة وفرح بيك وفرح ببنتو، ماشي مشكل، بالعكس هدية مزيانة، التفات جيدة، رجلك يعني كتعامله مع المرأة والوليدات ديالو والنعم، غير هو التعامل ديال الوالدين ديالو راه كيكسر لي، واخا يبني لكم قصر ويسد عليكم بالخدام ديالو السحريين، راه ما غاديش ياخد شي نتيجة ديال الرضا من عندكم، لأنه ما كتسوى والو في الدنيا إلا الواجب ديالو اللي كيقوم به معاكم. أما الرضا للوالدين، رضا للوالدين راه يدير فيه غير شوية غير شوية من داك الشيء اللي بزاف اللي داير اللي تيدير معاكم، راه ربي غادي يحسب ليه، بلا ما يقول لك راه انتيا كتعطيني بزاف، ولا راه انتيا اللي عندي كل شيء، ولا شكرا احبيبي وراه دابا نعوض لك، والله تا غنعوض لك. لا، عوضي ليه بالستره، عوضي ليه بالصمت، عوضي ليه بحب الوالدين، عوضي ليه، ماشي ما تعوضيش ليه، عوضي ليه بالصدق انتي وياه، ما تكذبوش. شدي الكاميرا، واش عندكم الخاطر تشدوا الكاميرا وتبقاو كتفيلمي وها الوجع ها البواسر ها حنا خرجنا حنا دخلنا راه داك المخده، واختك حتى هي مخرجه عينيها كيبانوا من النظر انها هي راه حتى هي كتشوف في الكاميرا، عندها حصه حتى هي، واحد اللقطه حتى هي غتهزها وديرها عندها. فهادشي راه ما هادشي راه ما بقاش مسلك، هادشي راه حتى الناس اللي كانوا مصادقينكم وتيقين فيكم راه بداو كيعيقوا، راه بداو كيعيقوا. بغيت غير سؤال نطرحه، منين غيتسدعوا لكم هاد البيبان هادو؟ غادي يعيقوا بكم الناس كاملين، لانهم بداو دابا تيعيقوا، وغيبقاو معكم غير هادوك اللي ما كيعيقوش، واحد النهار غادي يهبطوا في يعيقوا في دقه واحده، لان كل بدايه لها نهايه. باش غتعيشوا؟ غادي نعاودوا نبيعوا داكشي ولا غادي نقلبوا على شي حاجه؟ حيت ما كناش شحال هادي كنعرفوا اليوتيوب، دابا كنعرفوا اليوتيوب، شنو اللي غادي يجي تاني نعاودو ندخلو ليه؟ يعني حتى الا دخلتي لي شي حاجه جديده، شي اختراع جديد اسماء، راه ما غاديش تنجحي فيه. علاش؟ لان دوزتي سطاج في هادشي اللي داز، وراه ما غاديش تربحي فيه. علاش؟ حيت ما عندكش الطابع ديال رضا الوالدين مع الوالد ديالك ومع الوالدين ديال راجلك. عيب انك تخرجي وتقولي لوستك ان كانوا كيدوزوا عليها الدراري ديال العائله، وانت دابا ربي كيعطيك البنات، واش ما فكرتيش ان الله سبحانه وتعالى تيعطيك البنات على قبل داك الكلام اللي قلتي في هذيك السيده، باش يجيبوا لك الرجال، واش تعرفي تتعاملي معاهم بحال كي كتعامل لوستك وعجوزتك مع نسيبها ولا لا؟ راه ماشي سهل باش تعاملي مع النسيب. واش الله سبحانه وتعالى كيمهد لك؟ وربي حكمته قويه، ما غاديش نقول لك انا راه ربي غادي يدير لك، وانما خصك تفكري مع نفسك وتقولي ان راه ربي سبحانه وتعالى راه ما عطاكش هاد الشيء، راه كيمهد لك باش تشوفك واش غتراجعي ولا لا. اليوم اللي غيسحب من تحت منك السجاده غتلقاي غير الارض والهواء، وما كنتمناوهاش لك، كنتمناوك تراجعي نفسك، ماشي ترجعي تهضري مع ناسك هما عايشين بالبساطه وناجحين وما تاكلينش على اليوتيوب، فاهمين الوقت، وحتى الا صارت شي حاجه عندهم ضدك كيرفضوها وما كيبغيوهاش وتيديروا منها بنقص، وما معمرينش راسهم بيك انتيا ولا محاربينك، ماشيين على حافه الطريق في السلم على اوسع نطاق، غاديين مامنين راسهم، ما تاكلينش على اليوتيوب. انت درتي بحال داك الفنان اللي كيغني غير الاذاعه غير الاذاعه، نهار مسكين وقف، وقفت الاذاعه وجات الاغنيه الفادحه والاغنيه السريعه والاغنيه المشوهه، طاح داك الفنان، مع انه هو كان اكثر منك غادي يعني غادي على صح، وطاحت به. علاش؟ حيت ما كانش عنده علاش يتكي، كان يتكي غير على الفن ديالو، بحيث كاينين فنانين اللي هما دايرين بحال الناس ديالك، عندهم شغل وظيفه وعندهم الفن، يعني ما تاكلينش على واحد الجهه، عندهم باش كيكاليو. يا ترى انت واش
كالية بالصالون وباليوتيوب اللي معول عليه يعني تقريبا 80%، او لا غير غادية هكاك ومعولة على اليوتيوب وكتقولي راه السبان والكذوب والمعيور راه مسلكك. الا مشات تجاك طقم من راجلك وقولي شكرا، لان انتيا يقدر راجلك جابو لك او كراه من عند شي ذهيبي وجابو باش يحطو باش الناس تشوفو تقول لا صح راه. وحده اخرى راه والده ما جابش لها راجلها حتى السترو ديال الحليب غليان لانه ما عندوش، دخلها وعاد مشى كيقلب باش يتسلف باش يخرجها من السبيطار. خصك تكوني الا بغيتي تكوني قدوه وبغيتي تكوني محبوبه للناس اللي كيتفرجوا فيك، خصك تبيني لهم الاشياء اللي ما وصلتيش ليها، اللي حتى لو وصلتي ليها خصك تبيني الاشياء اللي ما وصلتيش ليها. عاد قولي الحمد لله انا بعدا راه هذا وهذا، لكن اللي ما عندوش خصو يدير هكا ويدير هكا. خصك تبيني ضد الشيء اللي كدور كتدخلي به اللي كيتباهي به. عيب هذا الشيء اللي كديري. وكنتمنى من عند الله، هذا ماشي اول فيديو درت لك، هذا رابع فيديو، كنتمنى من عند الله تكوني تراجعي نفسك وتعرفي تخدمي على راسك باش تبقاي في اليوتيوب. احنا ما كرهناكش تمشي او بغيناك ما تمشيش، لا احنا بغيناك تبقاي باش تكملي المسيرة ديالك. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذه القصة ديال بيوتي، والله يكمل بالخير. انه من اسماء بيوتي تفهمنا احنا راه ماشي ضدها، بالعكس هي مغربية بحالنا بحالها، وكنتمنى منها تفهم الانتقادات ديالنا سواء بناء او لا ماشي بناء. المهم كل واحد وكيفاش عنده حريه انه يفتح قناه وينتقد، بس انتقاد في حدود، يعني ما ينتقدش بالسب والشتم ولا، وهي فيها تقبل النقد او ما تقبلوش. بس احنا يعني لازم نعالج هذا الوضع اللي المغرب ماشي عليه على حساب اليوتيوبرات واليوتيوبرزات. خصنا نحسنوا من الوضع ديالنا ونعرفوا نتكلموا في مواضيع اللي هي مفيدة ونعطيهم مصداقية وما نبقاوش نكذبوا، لان الناس اللي احنا كنكذبوا عليهم راه بشر وراه عندهم عقول وراه بحالنا بحالهم، راه ما فيتينهمش حنا بشي حاجة، فيتينهم غير حنا عندنا قناة وفيتينهم غير حنايا كنبغيو نبينوا لهم حنا راه حياليين وكنبغي نتحايلوا على الناس، لكن هما راهما احسن منا كيعرفوا شنو اللي كيفهموا الصح من الغلط، وهذا الشيء كيصدقوا العقل وشي ما كيصدقوش العقل. في البشريه كلها راه الانسان الطبيعي ملي كتعاود ليه شي حاجه وكتدخل الدماغ ديالو وكتدور وما كيقبلهاش الدماغ ديالو، هذاك تيقول لك راه هذه كاينه كذبه، هذه راه كذبه، ولو تهضر كيسرحك تتكلم وتهضر ولكن راه ما مصدقكش 100% ما مصدقكش. حنا هاد الناس عندنا في المغرب بزاف، ماشي عندنا كاينين شويه وكاينين بزاف، ولكن الاغلبيه ديال الناس في المغرب راه هما كيعرفوا بالله هاد الكلام اللي حنا تنقولوه وكنكذبوا عليهم فيه. اللي بعض الناس اللي تيكذبوا راه هما فاهمين وعارفين وعارفين شنو كيقولوا، يعني بلا ما نبقاو نزيدو نكذبوا على الناس ديالنا اللي هما طلعونا اللي هما بغاو يتفرجوا فينا، اللي هما ما عايقينش بالله راه حنا كنكذبوا عليهم وهما كيطلعوا فينا كيطلعوا فينا وحنا كنكذبوا عليهم. واحد النهار بحال واحد الانسان غيسحب لك واحد البساط من تحت منك وتجي في الارض، وهذا اللي ما كنتمناوهش. بالعكس حنا بغينا المغاربه كلهم يديروا قنوات ويهضروا فيهم، يهضروا في مواضيع زوينه ومواضيع مفيده، مواضيع ديال السفر، مواضيع ديال الطبخ، مواضيع ديال الحلويات، مواضيع ديال الافاده، مواضيع ديال الروتين اللي هو يكون جد 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 جيد. حنا ما يمكنش لنا نبداو نبينوا نخرجوا بواحد الحاجه ونبداو نبينوا الاعضاء ديالنا للناس، علاش انا حنا لهاد الدرجه حنا ساهلين لهاد الدرجه حنا رخاص؟ لا، كل واحد عند نفسه عنده واحد القيمه، عنده واحد المستوى، عنده واحد الاحترام لنفسه انه كيمشي عليه. ما نجيش انايا واحد غير كيتفرج يشعل يبدا يتفرج فيا، ما يتفرجش فيا وما نديرهاش انا باش يتفرج فيا،
لا القنوات بزاف من بعد غادي نحكيو عليهم، وانما حنايا هضرنا اليوم على البيوتي، خصها تنقص من هذاك التجاهل ديال العقول ديال الانسان انهم ناس غير حق اسماء وحلوا راه كلشي تيتفرج. لا راه ربما كاين شي واحد اللي غير كيدوز مع اليوتيوب وتيحلو، ولكن راه هو في خاطره غير فضول اللي مدخل في خاطره ما باغيش يتفرج فيك. وشكرا لكم جزيل الشكر.